إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها: 100 قتيل للنظام وميليشياته في معارك حلب ومحيطها، الأكراد وفصائل الحر يسيطرون على طريق حلب الحسكة. ودنستورا ينقل أن النظام يرغب في تجنيد القتال بحلب 6 أسابيع، واتفاق أمريكي تركي على تدريب المعارضة المعتدلة. اجتماعان متزامنان في واشنطن والرياض للبحث في سبل تعزيز الحرب الدولية على التطرف والإرهاب. تكبدت قوات النظام والميليشيات المؤيدة له نحو 100 قتيل في معارك حلب ومحيطها، هذا فيما سيطر المقاتلون الأكراد مدعومين بفصائل من الجيش الحر على طريق الحسكة التي تربط شمال سوريا بشرقها أو بشمالها الشرقي، وذلك بعد طرد عناصر داعش منها. كثيرة هي الجبهات المشتعلة في محافظة حلب التي تتصارع عليها أطراف مختلفة، فقوات النظام بدأت الثلاثاء عملية أطلق عليها اسم ساعة الصفر لوصل منطقة السيفات ببلدتي نبل والزهراء. وفي شمال المحافظة تمكن الثوار من استعادة 3 قرى بعد أن سيطرت عليها قوات الأسد مدعومة بميليشيات محلية وخارجية، وقتل 21 شخصا ذبحا بالسكاكين على يد موالين للنظام في مدينة رتيان، كما قتل أكثر من 70 عنصرا من قوات الأسد في المعارك لا سيما في الملاح. كذلك سيطر مقاتلون أكراد مدعومين بفصائل من الجيش الحر على طريق حلب الحسكة الدولي الذي يربط شمال سوريا بشمالها الشرقي بعد طرد عناصر تنظيم داعش، بالإضافة إلى سيطرة المقاتلين الأكراد على 7 قرى داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة التي تعتبر معقل داعش. تزامنا سيطرت جبهة النصرة على آخر معاقل الجيش الحر في شمال غربي البلاد، ومع استمرار المعارك في دمشق وسقوط القذائف على منطقة في مساكن برزة، شن النظام حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين. وفي ريف دمشق تسجل اشتباكات في الغوطة الغربية وسط قصف لقوات النظام على مناطق في مدينة الزبداني وعلى حي الوعر بمدينة حمص وعلى بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي. من هي الدول العربية المشاركة في التحالف الدولي العربي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، وما هو دور كل منها؟ التقرير هذا يلقي الضوء. يتوسع انخراط المزيد من الدول العربية في المعارك المحتدمة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق والتي يخوضها التحالف الدولي العربي، خصوصا بعد مجزرتي التنظيم بإحراق التيار الأردني وذبح المصريين الأقباط في ليبيا. المملكة العربية السعودية أرسلت طائرات لضرب أهداف داعش في سوريا ووافقت على استضافة الجهود المبذولة لتدريب المعارضة السورية المعتدلة، إلى جانب تبرعها ب $500 مليون للأمم المتحدة وجهودها الإنسانية في العراق. الإمارات العربية المتحدة تشارك بطائرات F-16S انطلاقا من قواعد في الأردن ضد التنظيم في سوريا والعراق. الأردن يشارك بطائرات لضرب أهداف داعش، وبعدما علق الحملات على أثر سقوط إحدى طائراته في سوريا عاد للمشاركة مرة أخرى بعد إصدار داعش لفيديو يظهر قتل التيار معاذ الكساسبة. قطر تستضيف كبرى القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وسيرت عددا من رحلات الطيران الإنساني. مصر نفذت طلعات جوية وضربت أهدافا لداعش في ليبيا، ومن المتوقع أن توسع القاهرة حملاتها بعد مطالبة الأمم المتحدة بتفويض للمواجهة. البحرين كانت من أوائل الدول التي أعلنت انضمامها للتحالف، وآخر مساهمة لها كان بإرسال مقاتلات إلى القواعد الأردنية للمشاركة في ضرب أهداف داعش. الكويت تقدم دعما لوجستيا مثل القواعد العسكرية. نقل المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دمستورا أن نظام الأسد أبلغه رغبته في تنفيذ اقتراح تجميد القتال في مدينة حلب مدة 6 أسابيع، في حين أعلنت الخارجية الأمريكية الاتفاق مع تركيا على البدء بتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة. عقب جولة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن دمستورا إن حكومة النظام السوري أبلغته برغبتها في تنفيذ اقتراح تجميد الصراع في مدينة حلب لمدة 6 أسابيع، بحيث يبدأ موعد سريانها من تاريخ ستقوم دمشق بإعلانه لاحقا. دمستورا أشار إلى أنه أطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي على آخر التطورات الحاصلة في سوريا، وكذلك بشأن سبل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية
إنسانية إلى مدينة حلب وغيرها من المدن السورية. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التركية لتدريب المعارضة السورية المعتدلة وتزويدها بالعتاد. وعلى صعيد الخطط الدولية للحد من استمالة تنظيم داعش الإرهابي للغرب، أفاد مصدر قضائي بأن الشرطة البوسنية أوقفت 6 أشخاص، بعضهم أثناء محاولتهم التوجه إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، وآخرون للاشتباه بتنظيم رحيلهم. وتفيد تقديرات لأجهزة الاستخبارات البوسنية نشرتها الصحافة المحلية أن نحو 200 مواطن بوسني ذهبوا للالتحاق بصفوف المتطرفين في العراق أو في سوريا، وقتل نحو 30 منهم فيما عاد نحو 40. وفي السياق، أعلنت الشرطة الماليزية أنها ألقت القبض على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما كانت تخطط للذهاب لسوريا للانضمام للمقاتلين هناك. وقالت وزارة الداخلية أن 50 ماليزيا انضموا لمسلحي تنظيم داعش والجماعات الموالية لها في سوريا والعراق، وقد اتهم أكثر من 20 شخصا في المحكمة بتهمة التخطيط للانضمام للجهاديين. حذر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني من أن تنظيم داعش سيتكلف عواقب لإعدامه مقاتلين يحتجزهم من البشمرجة. هذا فيما صدت القوات الكردية هجوما واسعا شنه مسلحو التنظيم في محافظة نينوى. لا شك أن الإرهاب الذي تمارسه داعش أدخل العالم مرحلة شديدة الخطورة. فقد حذر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في كركوك التنظيم الإرهابي من عواقب إعدام نحو 39 مقاتلا من البشمركة يعتقد أنهم محتجزون لدى داعش. ووسط أنباء عن وصول ميليشيات شيعية إلى كركوك، جدد قادة أكراد رفضهم لأي وجود مسلح في المدينة. كما سبق لبارزاني أن أكد عزم الأكراد منع أي دخول لميليشيات الحشد الشعبي إلى المدينة. ميدانيا، أحبطت القوات الكردية هجوما واسعا شنه مسلحو داعش على مواقع للبشمركة في قريتي السلطان عبدالله وتل الريم بمحور مخمور ضمن محافظة نينوى شمالي العراق، وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح. بدورها، قصفت المقاتلات الفرنسية مواقع لداعش في محور مخمور جنوب غرب إربيل في العراق تزامنا مع المعارك العنيفة. في المقابل، لقي أحد أعضاء الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني مصرعه في العراق خلال المعارك الدائرة مع تنظيم داعش، فيما قتل 6 وأصيب نحو 20 من أفراد الحشد الشعبي في تفجير انتحاري بسمراء. دوليا، طلب سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الحكيم من مجلس الأمن الدولي النظر في مزاعم تتعلق بتجارة تنظيم داعش بالأعضاء البشرية لتمويل عملياته الإرهابية في العراق وسوريا، بعد العثور على جثث أشخاص في مقابر جماعية خلال الأسابيع الماضية وقد نزعت منها بعض الأجزاء. طلب سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الحكيم إلى مجلس الأمن الدولي النظر في قضية تجارة داعش بالأعضاء البشرية لتمويل عملياته الإرهابية في العراق وسوريا. وأوضح الحكيم في إفادة أمام مجلس الأمن أنه تم العثور على جثث أشخاص في مقابر جماعية خلال الأسابيع الماضية وقد نزعت منها بعض الأجزاء، مؤكدا أن داعش قتل عددا من الأطباء في مدينة الموصل شمالي العراق لرفضهم المشاركة في عمليات استئصال لأجزاء من جثث القتلى، مؤكدا أن عناصر التنظيم ارتكبوا جرائم إبادة جماعية. تستضيف كل من العاصمتين الأمريكية واشنطن والسعودية الرياض اجتماعين متزامنين يبحثان في سبل تعزيز الحرب الدولية على التطرف والإرهاب. إرهاب داعش الذي ما عاد يعرف حدودا وبات يتمدد من سوريا والعراق إلى مصر وليبيا وبعض الدول الأوروبية، فرض اجتماعين متزامنين، الأول في الرياض والثاني في واشنطن، مخصصين لبحث سبل تعزيز التعاون وتنسيق الخطوات لمكافحة آفة الإرهاب. العاصمة السعودية تستضيف اجتماعا يومي الأربعاء والخميس يبحث في تعزيز العمليات العسكرية ضد داعش، ويشارك فيه قادة عسكريون ورؤساء أركان الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب. الاجتماع الذي سيكون لبنان ممثلا فيه من خلال قائد الجيش العماد جون أواجي سيكون أقرب إلى لقاء لتبادل المعلومات وفرصة للتنسيق، وليس منتدى يتم خلاله اتخاذ قرارات حاسمة. أما البيت الأبيض في واشنطن فيشرع أبوابه على مدى 3 أيام أمام كبار زعماء الدول المنضوية تحت راية التحالف الدولي ضد الإرهاب، وذلك للمشاركة في قمة عالمية لمكافحة التطرف. وقد افتتح نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن فعاليات القمة بلقاء
مع زعماء محليين، مشددا أمامهم على ضرورة التواصل مع مجتمعاتنا ومع أولئك الذين ربما يكونون عرضة للسقوط في فخ التطرف بسبب تهميشهم. القمة التي ستأخذ على عاتقها إيجاد سبل لتجفيف التمويل عن الجماعات الإرهابية ومواجهة تحديات تجنيد المقاتلين الأجانب ستسعى لتقييم الجهود العالمية في مواجهة الإرهاب. يلتئم مجلس الأمن الدولي الليلة بناء على طلب الأردن، وذلك لمناقشة تنامي نفوذ داعش في ليبيا ودراسة تدخل محتمل ضد هذا التنظيم الإرهابي. تزامنا حذر وزير الخارجية الإيطالية باولو جنتيلوني من وجود مخاطر واضحة لاندماج الفرع الليبي لتنظيم داعش مع مجموعات مسلحة أخرى في ليبيا، مؤكدا أن الوقت ينفد أمام التوصل إلى حل سياسي. بعد الفاصل، الغارديان ازدواجية غربية في التعامل مع السوريين من معارضي النظام. تستكمل القوى الأمنية اللبنانية الخطط الأمنية في البقاع الشمالي، وقد أوقفت 19 سوريا لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. تواصل القوى العسكرية المشتركة خطتها الأمنية في منطقة البقاع الشمالي، حيث أقامت حواجز عدة شملت حي الشراونة ومداخل مدينة بعلبك وتوسعت باتجاه بلدة بوداي. الإجراءات الأمنية شملت دهم مخيمات للاجئين السوريين، إذ أوقفت وحدات الجيش 19 شخصا منهم في مخيم الطيبة وحوش تل صفية دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية. ما صار شيء، في منهم المخالفين قاموا فتشوا الخيم ما لقوا شيء، وهالمخالفين انطوفوا وراهم اخذوهم. بس عندك كبار شيء؟ قلت له لا، اعطيك العافيه حجي وطلع من خيمه الخيمه. يعني الحمد لله ما ضروا حدا وجاوب ادب كل احترام. المداهمات شملت ايضا منازل مطلوبين، حيث اعتقل 4 أشخاص من المشتبه بهم، وضبطت بحوزتهم 3 بنادق حربيه وكميات من الذخائر، بالاضافه الى اعتده عسكريه متنوعه بحسب بيان للجيش. كذلك تمكنت القوى الامنيه من حجز 6 سيارات وبيك اب بعدما تبين انها مخالفه. أكدت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار رفض أي قتال لأي لبناني في الخارج، خصوصا في سوريا، ورفض أي تنسيق بين الجيش اللبناني وأي جيش آخر خارج التحالف الدولي. أكدت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار أن الإرهاب هو واحد، كما أن الضحية واحدة أكانت مسيحية أو مسلمة، وأن مكافحة هذه الحالات الشاذة لا تكون إلا من خلال تحالف دولي. الأمانة العامة رأت أن كلام الرئيس سعد الحريري يعبر عن موقفها. تؤكد الأمانة العامة لقوى 14 أذار أن كلام الرئيس سعد الحريري في مناسبة الذكرى 10 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري يعبر بدقة عن مواقفها، خصوصا لجهة احتكار السلاح في يد الدولة اللبنانية وحصر مسؤولية حماية لبنان من أي خطر داخلي أو خارجي في الدولة والجيش، وليس في أي ميليشيا كما يدعي حزب الله. وأكدت الأمانة العامة أن الدولة هي السلطة التي تحتكر استخدام القوة العسكرية وفقا للقانون والدستور، وأن أي تجزئة لهذا الاحتكار هو انتقاص من سلطتها. إن انتساب لبنان إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ومشاركة وزير خارجيته ممثلا الحكومة جمعاء في مؤتمر جدة ومن ثم مؤتمر باريس يؤكد أن حماية لبنان تعود أولا وأخيرا إلى الدولة والحكومة والجيش والتحالف الدولي، ومن هنا نرفض بشكل واضح أي قتال لأي لبناني خارج لبنان، ونرفض أي تنسيق بين الجيش اللبناني وأي جيش آخر خارج التحالف الدولي. ورأت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار أن حماية لبنان مسؤولية اللبنانيين جميعا، وليست اختصاص حزب أو طائفة أو مذهب يعين أي منهم من هو العدو وينهض إلى محاربته منفردا. كشفت الصحفية السورية زينة أرحيم في صحيفة الغارديان ازدواجية الغرب في التعامل مع السوريين الذين ثاروا على نظام بشار الأسد، حيث أنهم مسلمون ملتزمون لكنهم علمانيون بالنسبة لداعش، وهم إسلاميون متشددون وخطيرون في نظر الغرب. المزيد من أخبار سوريا في الصحف البريطانية في التقرير الآتي.
في تقرير بصحيفة الاندبندنت ينقل باتريك كوكبيرن وقائع من مدينة الموصل تحت سيطرة تنظيم داعش، حيث ان الكثيرين من اللاجئين يخشون قوات الحكومة العراقية اكثر من خشيتهم تنظيم الدولة وان كانوا لا يحبون ايا منهما. ويقول علي ان بعض المقاتلين يعاملون اهالي المدينة بوحشية وبعضهم مؤدبون ويعاملون الناس باحترام، لكنه يروي مشاهد وحشية عن جلد من يحمل هاتفا نقالا لان التنظيم يخشى الجواسيس الذين يستخدمون الهواتف لنقل المعلومات الى الطائرات الامريكية التي تحوم فوق رؤوسهم، كما ويشير الى ان المقاتلين الاجانب اشد قسوة على النساء اللواتي لا يرتدين النقاب. أضاء صحيفة ديلي تيليغراف على أسباب اهتمام تنظيم الدولة الإسلامية بليبيا واعتبارها نقطة مهمة في استراتيجيتها الحربية التي تتمحور حول رغبتهم بأن تكون بوابة لهم نحو أوروبا. وكشفت في تقرير أن داعش يسعى إلى إرسال أعداد كبيرة من مسلحيه من سوريا والعراق إلى ليبيا ليبحروا من هناك مع المهاجرين غير الشرعيين في اتجاه أوروبا، حيث يتوقع التقرير أن ينفذ المسلحون هجمات في دول جنوب أوروبا وضد السفن التجارية في البحر الأبيض المتوسط. نشرت صحيفة الجارديان مقالا للصحفية السورية زينة إرحيم تتحدث فيه عن تعامل الغرب مع السوريين الذين ثاروا ضد نظام بشار الأسد، وتروي الكاتبة قصة صيدلي تعرض للاختطاف الأسبوع الماضي في حلب على يد داعش مع أنه مسلم ملتزم، ولكنه بالنسبة للتنظيم علماني لمجرد أن يعترض على أفعالهم، والمفارقة أنه إسلامي متشدد وخطير في نظر الغرب. فالرجل بحسب الصحفية السورية تحمل المخاطر وبقي في حلب بعد سيطرة داعش لمساعدة الأهالي مثل ما فعل العديد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ولكنهم اليوم ينعتون بالإرهابيين أينما حلوا لمجرد أنهم كانوا في مناطق سيطرة التنظيم. وتتابعون بعد الفاصل. ناشطو بنش يبادرون إلى وحدهم لمعالجة مكب النفايات. وحدهم ناشطو التنسيقية أخذوا المبادرة لمعالجة مكب النفايات في بنش في ظل عجز المجلس المحلي عن العمل لافتقاده للمال، ما يرتب تحديات إضافية على الإدارة البديلة. بعد الحملة التي قام بها أهالي بنش لترحيل القمامة إلى مكباتها على أطراف البلدة، بدأت تنسيقية بنش بالتعاون مع الدفاع المدني بتهيئة المكب وترميمه بعد أن فاض بالقمامة وتسبب بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى البلدة، كما ألحق أضرارا مادية بالمزارع والمداجن المجاورة. كان لابد من إعادة تأهيل المكب بسبب أنه التراكم القمامي لوصلت لدرجة أنه سكر الطريق، حتى هون في قسم الأراضي الزراعية صار عمال القمامي يكبوا فيها القمامة. الغائب الأبرز عن المشروع كان المجلس المحلي في بنش، والذي اكتفى سابقا بالمساهمة في ترحيل القمامة دون أن يتمكن من التواجد في هذا المشروع الجديد، وذلك لافتقاده إلى الدعم المادي والكوادر المختصة ليتحمل أعضاء التنسيقية الأعباء المادية لإنجاح المشروع والذي يشمل أكثر من مستوى ومرحلة. بعد ما نعمل ترحيل لهذه القمامة للمكب ونعمل الرمبات، رح نعمل ساتر على جانب الطريق من أجل عدم رمي القمامة أو كب القمامة من قبل العمال النظافة خارج المكب. أيضا بدنا نعمل تشجير على جانب الطريق عشان ما بقى يصير كب مرات المكب. ترميم مكب صغير في بلدة محررة يحكي الكثير عن تحديات الإدارة البديلة، والتي ما تنفك تعلن إفلاسها أمام أي مشروع جديد، وهو يحكي في المقابل إصرار جيل الشباب على المضي وتحمل تكاليف ثورتهم. بتوجيهات من مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان وبرعاية هيئة الإغاثة في دار الفتوى، وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين كسوة الشتاء على نحو 300 تلميذ سوري يتلقون تعليمهم في مدرسة زهرة الآداب في بعلبك. وقد أشرف مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد صلح على توزيع الكسوة على المستحقين متمنيا العودة السريعة إلى ديارهم سالمين، كما شدد على أن الإسلام هو دين العدالة ودين الوسطية.
توفي المخرج الحربي في إعلام حزب الله حسن عبد الله متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة قتاله إلى الجانب النظام السوري. عبد الله الملقب بالكرار نعاه الحزب في بيان مشيرا إلى أنه توفي خلال ما أسماه تأديته الواجب الجهادي، حيث كان يعمل أيضا في تصوير فيلم وثائقي لقناة المنار في حلب. روى ناجون هربوا من محافظة نينوى المصاعب التي عانوا منها تحت حكم داعش بعدما وصلوا إلى محافظة دهوك شمال العراق. وقال أحد الفارين الذي اختار لنفسه اسم يوسف إن الحياة في نينوى تزداد صعوبة يوما بعد يوم تحت سيطرة داعش، حيث يعيش الأهالي بلا ماء ولا كهرباء منذ شهور، وقد ارتفعت أكلاف الحياة، لافتا إلى أن البعض فضلوا البقاء في بيوتهم تحت حكم داعش كي لا يفقدوا ممتلكاتهم وباتوا يشعرون بالندم. وأوضح يوسف أن السبب الرئيس لهروبهم هو رغبة داعش في تجنيد ولديه اللذين كانا يقاتلان مع البشمرجة في السابق. والآن تذكير بالعناوين. 100 قتيل للنظام وميليشياته في معارك حلب ومحيطها، الأكراد وفصائل الحر يسيطرون على طريق حلب الحسكر. لمستورة ينقل أن النظام يرغب في تجميد القتال بحلب 6 أسابيع، واتفاق أمريكي تركي على تدريب المعارضة المعتدلة. اجتماعان متزامنان في واشنطن والرياض للبحث في سبل تعزيز الحرب الدولية على التطرف والإرهاب. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.